لكل مشاهدي قناة صحتي في كل مكان، اهلا بيكم. حلقة جديدة وبرنامجكم موعد مع طبيبك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن جلطات القلب. معانا ومع حضراتكم من داخل الاستوديو دكتور مجدي عبد الفادي، استشاري القلب معهد السكر. اهلا بوجودك معانا يا اهلا وسهلا دكتور. بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، يمكن كان فكر القديم ان الذين يصابوا بجلطات القلب هم كبار السن فقط، ولكن في الآونة الأخيرة وفي ما بنشوفه كتير هي إن لا، بالعكس، ده في فئات عمرية أقل من كبار السن كثيرا بيصابوا بجلطات القلب. بداية عايز أعرف من حضرتك تعريف جلطة القلب، وهل هي بتحدث فجأة ولا هناك منذرات كثيرة ولكن ما بيتمش الإلفات إليها؟ هو حضرتك زي ما بتقولي كده بالظبط. حضرتك كنا احنا اتكلمنا قبل كده عن الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه دي ضيق في الشريان التاجي، لكن الجلطه الشريان التاجي يقفل تماما. يبقى الجلطه انه الشريان التاجي، الفرق ما بينهم انه الذبحه ممكن تكون بتيجي بألم لما يمشي، لما يتحرك، لما يقعد ممكن الألم بيروح، لكن الجلطه الألم بيبقى موجود هو وقاعد. يعني ليه بقى الفرق؟ انه الشريان التاجي اللي هو بيغذي عضله القلب ده بيبقى اتقفل تماما، فالمنطقه اللي في القلب اللي هي هو في الشرايين القلب هما ثلاثه، في الشريان الامامي النازل، في الشريان الدائري، في الشريان اليمين. لو اتكلمنا طبعا عن الشريان اللي لو اتقفل الشريان فجاه او اكتر من شريان اتقفل فجاه، ممكن العيان طبعا قلبه يقف على طول، ممكن العيان قلبه يقف وممكن ما يقدرش يوصل حتى مستشفى او ما يروحش مستشفى، لانه هيكون طبعا عجلته المنية. لكن الفكره انه في طبعا العيانين اللي هم بيجي لهم الجلطه دي بيبقى الم شديد في الصدر مع عرق، ممكن يجي بترجيع، ممكن لو مريض سكر طبعا زي ما قلنا قبل كده انه مريض السكر ممكن يجي باعراض مختلفه، ممكن يجي بهبوط في الضغط واطي قوي، ممكن يجي بفشل في عضله القلب، تبقى مش قادر يتنفس، مش قادر ينام على ظهره، دي ممكن تبقى اعراض الجلطه. لكن طبعا الاعراض المعتاده هي الم شديد في الصدر مش عايز يروح، كان هو بيجي له هتلاقيه هو عارفه قبل كده، ممكن كان بيحط قرص داينايترا تحت لسانه بيخف، كان لما يخف السجاير او يبطل سجاير او ما ياكلش ما يجيلوش الالم، كان لما ما يتحركش ويقعد الالم يروح، لكن ده الالم موجود على طول ما بيخفش. الم طبعا زي ما احنا قلنا برضو شبيه باعراض بالم الذبحه الصدريه، مع الفرق اللي احنا قلناه ان هو الم ما بيروحش، بيبقى الم في الصدر، تقل شديد في الصدر، الم في الدراع، الم في الظهر. لو هو مريض سكر او كبير في السن حضرتك ممكن ما يشتكيش اصلا من الاعراض دي، يشتكي بقى من مضاعفات الجلطه، بقى يجي بضيق نفس، ممكن يجي بهبوط في الدوره اللي هو الضغط، تلاقي ضغط واطي قوي، مش قادر يقوم، مش قادر يتحرك، ده نتيجه احيانا يجي عيان ممكن بيفومت بس بيرجع بس وعرقان، ونشوفه بقى ونعمل رسم قلب نلاقي بقى طبعا في جلطه في القلب. هو الجلطه طبعا في القلب مهم جدا ان احنا الوقت، يعني الوقت بيفرق معانا قوي قوي بالنسبه لجلطه القلب. لو العيان جه في الاول خالص طبعا ودخل راح مستشفى كبيره مثلا، ودخل زي مثلا راح معهد القلب مثلا، راح مستشفى القصر العيني، الدمرداش، الحسيني الجامعي، لو دخل اي مستشفى مفروض ان هو في اول ساعة ونص في اكتر من طريقة للعلاج. احنا ممكن بسرعة ندخله الكسلاب اللي هي اسعافات القسطرة، الاوقات طوارئ يعني على طول، طبعا نبدأ ان احنا ندخله ننقذ طبعا ننقذ المريض. المريض بالظبط، ننقذ ندخله على طول طبعا، بندخله القسطرة، نشوف بقى ايه اللي موجود، هل هندي مذيبات جوه الشريان التاجي، هنحط دعامة، نشوف الوضع ايه بالظبط. لكن لو العيان جاب في مكان اقل شويه ما عندهمش امكانيات القسطره، وممكن في الحاله دي بندي الحقنه المذيبه للجلطه، وممكن الجلطه تدوب. لما بيعدي مثلا 6 ساعات على العيان ويكون الجلطه اكتملت تماما في القلب، خلاص يعني صراحه العلاج والمضاعفات لازم هتبقى، يعني هندي العلاج طبعا وكل حاجه، لكن هيبقى في المضاعفات هتبقى مضاعفات فيما اقوى. بعد، المضاعفات هتبقى اكبر طبعا وهيفرق. فعلشان كده احنا بننصح اي الم كان معتاد بالعيان، او حتى لو كان جاله مفاجاه، الم شديد في صدره مش عايز يروح، مش عايز يفك باي حاجه، لا انا من رايي انه على طول نلحق اقرب مستشفى، ده بيدي فرصه ان هو لما هيتعالج بعد كده مش هيحصل مشكله. لكن طبعا التاخير في العلاج بالنسبه للجلطه مهم جدا جدا، انه ممكن يؤدي الى مضاعفات ما تتصلح، ممكن ما تتصلحش بعد كده تاني، يقعد يعيش بقى
بالتعب ده على طول، حتى لو عملنا قسطره فيما بعد هيتحسن شويه، لكن ولكن مش ما في في هيبقى في مشكلة إذا هيبقى في مشكله، اتعملت ممكن العضله ضعفت. هيؤثر على باقي الوظائف كمان، بالظبط حتى كده، لعضلة او القلب. ممكن طبعا وظائف الكلى تعلى بعد كده لما الضغط، لما العضله تضعف، وهيدخل بقى في مشاكل كبيره. حضرتك كنت بتقولي السن، لا السن هو طبعا الفئة العمرية الأكثر عرضة السن هو للإصابة طبعا في كمان اللي هم بجلطة القلب. بياخدوا طبعا، بيتعرضوا لضغط جامد، اللي هم بيشربوا سجاير حتى ولو شربوا سجاير هيفي سموكر، اللي هم عندهم سكر طبعا، لقينا انه في السن حتى يعني احنا شفنا ناس 25 سنة صراحة عندهم جلطة في القلب، يعني نتيجة ممكن الحشيش طبعا، مخدرات المخدرات كلها بصفة عامة صراحة ممكن تؤدي مع كثرتها في هذا الوقت طبعا، ممكن تؤدي إلى جلطة في الشرايين التاجية. هل فعلا يا دكتور زي ما بيتراود كثيرا عند الناس ان الحزن بشدة ممكن هو بيؤدي تفاعلات، صراحة يعني هو بقوة ممكن الموضوع ده بيؤدي؟ ما بيجيش، يعني الجلطة سواء أو كانت الذبحة ما بتبقاش عامل واحد، يعني هو بيبقى عنده استعداد وراثي، بيبقى العين بيدخن، بيتعرض لضغط نفسي شديد، هيبقى عنده كوليسترول، هيبقى عنده سكر، عنده ضغط، مش شرط كل دول يعني، لكن وارد ان هو طبعا لو وجود احد هذه العوامل مع الضغط النفسي طبعا زي ما بتقولي حضرتك بالظبط، طبعا ممكن تؤدي الى جلطة. هو طبعا الموضوع بسيط لو اتاخد في الاول، لكن لو اتاخرنا طبعا هيبقى الامور اكثر تعقيدا والشفاء هيبقى درجته اقل. العناية يا دكتور بعد، يعني اذا تم زي ما حضرتك ذكرت في اول ساعة ساعتين قدرنا ان احنا نلحق المريض نعمل له الاسعافات الاولية ونقي من مضاعفات الجلطة، بيتم التعامل بقى مع مريض الجلطة بعد كمان ما يخرج مثلا من العناية بعد ما تمشي الاجراءات دي كلها؟ هل بيتم في رعاية معينة، بيستمر على علاج معين، زيارة طبعا طبعا للطبيب طبعا بياخد فيما؟ حاجات مضادات للصفائح الدمويه زي الاسبرين او الكلوبيدوجريل، بيمشي عليه، بياخد برشام للدهون، بياخد علاج للضغط، بياخد علاج الكوليسترول طبعا، بيقلل وزنه، بيمنع التدخين، بيبعد عن الاسترس طبعا، بيتابع طبعا بصفه دوريه طبعا، ده يدي فرصه ان هو ما تتكررش باذن الله الاعراض دي تاني. لكن اذا تم الاهمال كل هذا طبعا ممكن وارد كمان تيجي هو جلطة مرة يتعرض، تاني. مفيش بالظبط. يعني مش بتيجي الجلطة مرة واحدة فقط ويتم، لا ان احنا يعني حصانا ان ما هي ما تأتيش مرة اخرى، لا ممكن كمان ان يصاب بيها طبعا. اكثر من مرة اذا تم اهمال كل العناصر اللي احنا قلنا عليها من الاهتمام والرعاية. تمام بالظبط بالنسبة كده. للشباب برضو يا وهو طبعا دكتور انا كنت عايز اقول برضو حاجة مهمة جدا، لو اتفضل. حد حس بالاعراض دي طبعا سواء كانت اعراض الذبحة او اعراض الذبحة الجلطة، أو الجلطة يفضل بسرعه يقرش، يعني ده جايد لاينز طبعا، ياخد 4 اقراص اسبرين يقرشهم، واحيانا ده بيقلل كتير، ده بيقلل كتير من انه يحصل تقريبا 50% انه يحصل مضاعفات، يعني ده مش بيمنع طبعا مش بيمنع الجلطه او بيعالج الموضوع، لكن لغايه ما يوصل المستشفى لو في البيت عنده اسبرين اطفال وقرش 4، وطبعا عن طريق القرش عشان الامتصاص بيبقى اسرع شويه مش بالبلع في الاول، ده بيبقى بيؤدي ان هو بيقلل حوالي 50% من المضاعفات، وما يستناش طبعا ويقعد بقى يسمع نصيحة حد، لا ياخد قرص للمعدة، ياخد مسكن، كل ده طبعا ممكن يؤدي الى مشاكل كبيرة طبعا ويعاني منها طول عمره بعد كده. يعني لازم يبقى في طرق وقاية ولازم يبقى في معرفة بأخطار سواء كان الذبحات الصدرية وخاصة كمان الجلطات اللي احنا بنتكلم عليها موضوع الحلقة، إذا تم الإسعافات الأولية بشكل مباشر وتمت الرعاية كمان فيما بعد طبعا الجلطات، ده كمان دي متابعة المتابعة طبية، دي الطبية بتبقى مع مهمة طبعا جدا. لو السكر عالي ناخد العلاج كويس، الأكل بتاعنا طبعا لازم يبقى منظم، يبقى في مواعيد معينة، تقليل الوزن مهم جدا، نقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية طبعا ده حاجة مهمة جدا جدا وكمان الكلام ده مش موجه فقط لكبار السن، للكل لجميع الفئات لجميع الفئات، سيدات ورجال نبطل والشباب. التدخين، نحاول ما نتعرضش للاسترس على ضغوط طول، نفسية ضغوط نفسية بقدر الإمكان طبعا،
ده كل ده طبعا نبعد عن طبعا المخدرات، كل ده طبعا ده طرق وقاية طبعا، او حتى لما تيجي لو جت اي مشاكل بعد كده بيبقى تبقى اقل بكتير من ان احنا نكون مثلا سكر عالي والضغط عالي وكل الاعراض دي، يبقى العيان مدخن، يبقى الكوليسترول بتاعه عالي، الدهون عالية، فده طبعا بيدي المضاعفات اكتر واكتر. دكتور مجدي عبد الفايدي، استشاري القلب معهد السكر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا على وجودك لحضرتك، معانا والمعلومات القيمة اللي قدمتها للسادة المشاهدين. شكرا لحضرتك. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واستنونا وحلقات جديدة وبرنامجكم موعد مع طبيبة.